رابطة الأندية مع الأندية. كان في طلب من النادي الأهلي وطلب من نادي الزمالك، وكان في توافق من الأهلي والزمالك، وكل الأندية اللي كانت حاضرة وافقت على طلب أن يكون في خبير أجنبي. ده الكلام ده حصل في حتى الكلام ده مذكور في البيان النادي الأهلي، وفعلا الكلام ده حصل. وطلع أخبار على فكرة بعد الاجتماع ده في كل المواقع إن كابتن محمود الخطيب والأستاذ حسين لبيب موافقين على استخدام خبير اجنبي للجنه الحكام. واسمح لي بقى اقول لك، معلش، انا دايما يعني انا كنت واحد من الناس اللي كنت مش مع الخبير الاجنبي، وانا بقولها لك اهو على الهوا، لا، مع كل اللي بيحصل ده، اللي موجودين دلوقتي هم اللي جابوا الخبير الاجنبي، مش حد يعني. لان كان الناس من اللي يعني كابتن محمد فاروق كان ليه تصريح قبل كده وقال، وكان على فكره التصريح ده كان في البريمو، وقال اصل الناس اللي بره عايزه تمشينا عشان تيجي. لا 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 لا، انتوا لو انتوا هتمشوا انتوا اللي مشيتوا نفسكم بنفسكم، واللي بره اهو بيقول لك لا، ده الاصلح الاجانب، انتوا اللي جبتوا الاجانب بكل اللي بيحصل ده. كلمك بمنتهى الامانه بس احنا يعني، لسه ما ابتديناش اصلا يعني. ما احنا لسه ما بتد... انت بتتكلم في الجوله الاولى يعني. انا هقول لك حاجه، انت بتتكلم في الجوله الاولى، انت عندك، سيبك بقى من الحالات التحكيميه، خلينا نروح لك لجزئيه مهمه، التعيينات. التعيينات عامله حاله استياء داخل الحكام فوق ما تتخيل. انا النهارده لما ابدا الجوله الاولى بثلاث حكام رسيبين في الاختبار البدني، انت يعني والحكام اللي ناجحه، مين يا كابتن؟ يعني بدات بحكام الفار اللي رسيبين في اختبار بدني، سيد شعبان، حسام عزب حجاج، خالد جمال الغندور. الثلاث حكام دول رسيبين في الاختبار البدني، ابدا بيهم في الجوله الاولى. طب والحكام اللي ناجحه؟ انت هنا بتقول للحكام تنجح ما تنجحش، تتعب ما تتعبش، لا، اللي ليه ظهر هو اللي هيلعب. انا بكلمك بمنتهى الامان، وده سبب من اسباب عدم التوفيق في الملعب. ما احنا انت يعني انت بتسالني عن الاسباب، في يعني انت كابتن محمد، انت كنت لعيب كوره، دايما عارف ان فرقه الكوره لما بيبقوا قلبهم على قلب بعض، حتى لو بيلعبوا فرقه بامكانيات عاليه جدا وهم مفككين بيكسبوا. صحيح، تمام، ده اللي بيحصل. انت النهارده بتفكك الحكام، مفيش عدالة أصلا ما بين الحكام. طب على سبيل المثال، أنت النهارده عندك وائل فرحان مثلا، على سبيل المثال، حكم دولي وناجح في الاختبار، تبدأ بيه أول أسبوع ولا تقعده في البيت وتلعب بالراسب؟ منطق، أنا بكلمك منطق. فأنت هنا بدأنا بعدم عدالة ما بين الحكام، تمام، أوتوماتيك مش هيبقى فيه توفيق في الملعب. تمام. الجزئية التانية لو بتتكلم على الحالات التحكيمية، الحقيقة يعني خلينا نبتدي بس بالتسريبات اللي يمكن ما اعرفش هل هي كانت صحيحة ولا مش صحيحة، الخاصة بمباراة الزمالك والحديث اللي دار ما بين كابتن محمد عادل وكباتن الفار محمد سلامة وأسامة محمد، الحقيقة أثناء احتساب ضربة جزاء نادي الزمالك. هل ممكن ده يبقى موجود وبيحصل بالتفصيلة دي يا كابتن؟ شوف، هو النهارده التسريبات خرجت اوكي واتذاعت في الاعلام. طيب اتحاد الكوره بكره فتح بشكل تقدر تقول ايه كده، يعني تحقيق موسع او جلسه استماع موسعه ما بين اللجنه والطاقم التحكيم. اصل ما فيش حد طلع ونفى، خلي بالك يا كابتن. ما هو ده اللي انا جاي لك فيه بقى، ما انا ما شفتش حد طلع ونفى، وخصوصا ان صاحب التسريب او يعني صاحب السبق قال انا اتحدى حد ينفي من لجنه الحكام. فالنهارده هنا بقى هروح لجزئيه مهمه جدا وهطرح تساؤل. مش من المنطق ان طاقم الحكام يسرب. ليه؟ انا النهارده الفويس او الاوديو ده اللي ما بين اللي بيبقى في غرفه الفار، الاوبريتور بيسلمه، الشركه بتسلمه لجنه الحكام. هو ليه ما بقاش يعني، كان ايام جلاتنبرج كان معلن يا كابتن، وكانت حاجه لطيفه قوي وسسبنس واثاره، وكانت حلوه انك بتسمع الحكم الساحه وحكام الفار واحنا في انتظار ايه اللي هيحصل، وكان الامور بتبقى فيها شفافيه، ليه اتمنع من وجهه نظرك كمان يا كابتن؟ بص، هو اصلا مش ممنوع، ما هو يعني مش ممنوع، مبدئيا ليه كده اتمنع اصلا؟ ما بقاش يتعمل يعني دلوقتي في السنه اللي فاتت ويمكن بدايه اهو السنه دي يعني. هو دي بقى بترجع لسياسه كل لجنه. لكن هقول لك مثلا على سبيل المثال، في اوروبا وفي بعض الدوريات في اسيا بيعملوا ايه لما بيكون في حاله جدال زي لعبه الزمالك والبنك الاهلي؟ بيعمل ايه عشان يقطع الشك باليقين؟ لو انت مثلا النادي المتضرر بيكتب شكوى للجنه الحكام، بيقول له انا عايز اسمع تسجيل الفار، فبيقول له تعالى ابعت لي المدير الرياضي بتاعك او ابعت لي الممثل بتاعك،
وفي نفس الوقت بيستدعي المدير الرياضي للفريق المنافس حتى لو هو جوه، والاثنين بيسمعوا طب ما احنا ويبدأ نسمع، طب ما يبتدي نسمع من يشغلهم. الاول والجماهير تشارك والدنيا تبقى حلوه كده بالظبط، يعني. خصوصا ان الفيفا مش مانع ده، ده كمان خلى الحكم بعد ما يراجع على الفار بيرجع يشرح للجمهور ده دلوقتي في بطولة فيفا. صحيح. فانت لازم تشتغل بشفافية. وليه بقى اسرب وليه اقول؟ وبعدين انا ليا تحفظ على التسريبات اللي حصلت. ده التسريبات حصلت مش بالحوار بس، ده التسريبات حصلت بإيقاف الحكم والقرارات الفنية اللي من رأي لجنة الحكام، الكلام ده صحيح. كله قبل ما الاجتماع الفني يتعمل. ايه ده يا مظبوط. جماعة؟ ده كابتن هيوقفوا كابتن محمد، كابتن محمد عادل. هيوقفوا محمد عادل، والثلاث قرارات محمد عادل خدهم غلط، ورأي اللجنة كذا. لا بقى ده كده طب ضربة كرسي الجزاء الموقف. دي يا كابتن شايفها ازاي؟ يعني انت يعني كحكم وبتحللها الحقيقة، هل هي ضربة جزاء خاصة بص، هو بنادي اولا الزمالك؟ خلينا اروح لك للاستدعاء بتاع ميدو سلامة. وطبعا استدعاء خاطئ، ما كانش من حق ميدو سلامة انه يستدعيه. قرار محمد عادل في الملعب باحتساب مخالفة على لاعب نادي الزمالك كان قرار صحيح. الاستدعاء ده كان في الدقيقة 96. خليني اوضح لك امر مهم جدا نتكلم فيه بمنتهى الصراحة. يعني محمد عادل كان اشار ب7 دقائق وقت ضايع. الاستدعاء ده كان في الدقيقة 96، كان فاضل دقيقة والنتيجة 2-2. وركلة الجزاء او الاستدعاء بتاع ميدو سلامة في لقطة مش واضحة. يعني انا هقدر اقول لك ان انت ايه، بتفتش على خطأ، وورطت زميلك، ورطته بشكل كبير جدا. واه في لمسة يد، لكن لمسة اليد دي لا يعاقب عليها قانون اللعبة. تمام، ابتدى يبقى في جدال، في شرح، في جدال على الشاشة. رجع محمد عادل بقرار ركلة الجزاء. طبعا بص، يعني خلينا نكون واضح معاك، انا مش مع اللي بقوله، لكن محمد عادل انا مش مع قرار ركلة الجزاء. ولكن هرجع تاني واقول ان 50% من اللي تسبب في هذا الجدال كله، او يمكن 70%، هو ميدو سلامه، لان استدعائه من الاول خاطئ. ف خلي بالك يا كابتن، احنا كان في اجتماع خاص بقى يعني اجتماعات بتحصل ما بين مسؤول التلفزيون والحكام والفار، عشان الفار والكاميرات والحاجات دي كلها. كابتن طبعا ابراهيم نور الدين تقريبا كان عملها الموسم الماضي او لما جه تقريبا، خليني تتذكر حاجه اكلمك زي كده؟ بصراحة، اتكلم بصراحة شوية. اتفضل يا كابتن. هو في دوري في الدنيا وفي لجنة حكام في اي حتة على وجه الكرة الأرضية بتجتمع بالمخرجين؟ ما فيش الكلام ده، لأن المخرج ليه شغله وانت ليك شغلك. على سبيل المثال، لو تفتكر في ماتش مودرن سبورت، الشاشة اسودت بتاعت البث المباشر، والحكم الفار بيراجع والشاشة المشاهد العادي اسودت، لكن حكم الفار بيراجع الشاشة وشايف الشاشة. يا جماعة دي صورة، ده الراجل ده بيعمل شغل وده بيعمل شغله، دي دايرة مغلقة ودي دايرة ملهاش علاقة بأي حاجة. ف عملية عدم إعادة الحالات اللي ممكن تبقى موجودة فيها جدل يا كابتن، دي بتبقى مش ظاهرة للحكم أكيد، ظاهرة بس للمشاهد. بص، عشان نوضح للسادة المشاهدين، الإعادة اللي بتبقى على البث يعني كورة المباشر، اتلعبت وكان فيها كلام وما شفناهاش بعد كده في الأعداد، فبالتالي احنا مش عارفين هل دي القرار فيها بالنسبة لحكم الفار ممكن يكون عامل ازاي. حكم الفار طالما اللقطه عنده جوه يقدر يعيدها جوه اكتر من 100 مره بنفسه. بنفسه. انا سالت بقى، للامانه انا مش مخرج بس سالت. الاعاده دي على الهوا، انت بتعيدها امتى وليه بتعيدها متاخر؟ سالت بعض المخرجين اصدقائنا، يعني وفي هم ساعات ما عندهم كمان. بيقعدوهاش اصلا. ما انا هقول لك ليه انا